تعدين العملات الرقمية، تعدين عملات رقمية، أشياء غريبة صح؟ خرافات ولا واقع؟ راح أول إشي أشرح لكم إيش يعني تعدين عملات رقمية، إيش يعني كيف هذا الموضوع بيصير. عن جد حدا بيعطيني مصاري بس بشتري جهاز بحطه بالكهرباء وبطلع وبصير مليونير وبشتري لامبورجيني؟ مش بهالبساطة. في الفيديو هذا راح أحكي عن أنواع التعدين وربحية كل واحد فيهم وإيجابيات وسلبيات كل واحد فيهم، وأهم إشي راح نشرح شو هو التعدين أصلاً. إي باسل، دليلك المبسط لعالم الكريبتو. عشان نقدر نفهم إيش هو تعدين العملات الرقمية، من المهم نفهم إيش هم العملات الرقمية أصلاً. طبعاً كلياتنا بنعرف العملات الورقية مثل هالعشرة يورو، عملة تصدرها دول بنثق فيها لأنه بنقدر نستخدمها، بقدر أودعها بالبنك، بقدر أشتري فيها حالاً. مثل ما في عملات ورقية مصدرة من قبل دول، في عملات رقمية مصدرة من قبل إما مجموعة من الناس أو شركات. هذه العملات هي فعلياً موجودة على سيرفرات. إيش الموجود؟ العملة نفسها موجودة؟ لا، الموجود هو إثبات ملكيتي لهذه العملة. يعني مثلاً أنا بملك بيتكوين، في سيرفرات موجودة تثبت إنه الشخص هذا يملك هذا القدر من العملة. وصلت الفكرة؟ بسيطة جداً، عملة رقمية ما إلها أي وجود ملموس، ولكن في إثبات آمن جداً بتكنولوجيا البلوكتشين يثبت ملكيتي لهذه العملة. هل أنا بقدر أتاجر بهذه العملة؟ هل أنا بقدر أشتري وأبيع وأحولها لكاش؟ نعم، إلها صعوباتها طبعاً. محدودية الأماكن اللي ممكن نستخدم فيها العملات الرقمية للشراء المباشر محدود جداً، ومبني على دول بسيطة وشركات بسيطة. إمكانية تحويلها لعملات حقيقية ورقية موجودة اليوم وبسيطة جداً، وممكن نعملها بخطوات بسيطة جداً. يعني أنا إذا أنا بملك اليوم 10 بيتكوين، ممكن أحولهم لقيمتهم السوقية من الكاش خلال فترة زمنية قصيرة جداً. هلأ فهمنا شو يعني عملات رقمية، خلينا نفهم شو يعني تعدين العملات الرقمية. خلينا نشرح شو هو التعدين. طبعاً إحنا قلنا إنه في سيرفرات موجودة تتأكد من ملكيتي لهذه العملة. هذه السيرفرات هي أجهزة التعدين اللي بتملكها أنت. فعلياً أنت بتملك جهاز بيساعد على نجاح ونمو هذه العملة، وكمكافأة لاستثمارك في هذا الجهاز واستخدامه لتأكيد ملكيات العملات لأشخاص آخرين بيعطوك عملات رقمية. فأنت فعلياً قاعد تساعد الشركة على نموها، كمكافأة على هذا النمو قاعد تحصل عملات رقمية. هذه العملات الرقمية ممكن أنا أستخدمها وأستبدلها بكاش بكل بساطة. أجهزة التعدين، أنا في الفيديو هذا رح أغطي 3 أنواع أجهزة التعدين، كل واحد له مصايبه وإيجابياته وربحيته. رح أحكي عن الربحية والمشاكل اللي منواجهها وإمكانية الشراء والتوفر. الأجهزة اللي رح أغطيها هي أجهزة تعدين البيتكوين، الأيزك ماينرز اللي هم الأجهزة المخصصة لتعدين العملات فقط وليس لها أي استخدام تاني في الحياة. النوع الثاني اللي هو تعدين الإيثيريوم أو عملات مشابهة للإيثيريوم عن طريق كروت الشاشة. والنوع الثالث اللي هو جهاز الهيليوم، اللي هو فعليا جهازي المفضل حاليا، وهو أحسن بداية للتعدين لأنه تجربته بسيطة، سعره منطقي وربحيته واقعية. من المهم أوضح لكم أنه ربحية أجهزة التعدين مربوط بسعر العملة الحالي. يعني مثلا إذا أنا بدي أحكي عن جهاز تعدين البيتكوين، فهو ربحيته راح أحسبها على سعر البيتكوين اليوم. سعر البيتكوين متغير، يعني مثلا بشهر 11 كان سعر البيتكوين 60,000، كلنا فرحانين واللي عندهم أجهزة عم بيطلعوا مصاري. سعر البيتكوين اليوم نزل شوي أكثر من النص ل 38,000، فربحية كل هاي الأجهزة انخفضت. ففعليا أي سعر أو ربحية عم بعطيك إياها في الفيديو هاد تعتمد على سعر البيتكوين. أسهل طريقة أنك تشيك ربحية أي جهاز تعدين ASICMINERValue.com،
راح اترك لكم الرابط في الديسكريبشن. من الفوائد الثانية لهذا الموقع انه ممكن يعطينا العائد على الاستثمار، يعني انا ممكن اخذ اي جهاز تعدين موجود حاليا واشوف خلال كم يوم بيرجع لي استثماري الاساسي. طبعا هذا كله مبني على سعر العملة الحالي. فائدة ثالثة واخيرة للموقع انه فينا نشوف مصادر موثوقة لبيع اجهزة التعدين. طبعا في حال توفر جهاز التعدين من المصنع مباشرة هذا افضل خيار. والخيار الثاني اللي انا انصح فيه في البلدان اللي مسموح فيها التعدين، توجه للمحلات في بلدك. المحلات هاي بتعطيك كفالة، بتعطيك عناية، فهي افضل بكثير من انك تكون مربوط في المصنع اللي بيطول ليرد عليك وبتتغلب لتحصل قطع الغيار. النوع الاول اللي راح نحكي عنه اللي هم الايزك ماينرز، الاجهزة التعدين المختصة فقط في التعدين واغلبها مختص في البيتكوين. شو مشاكلها؟ اول مشكلة عندنا الازعاج، صوت الجهاز مزعج لدرجة لا تطاق، فيفضل انه يكون في مكان معزول وبعيد عن مكانك السكني. المشكلة الثانية الحرارة، الجهاز فعليا بيولد حرارة عالية لدرجة انه في بعض الناس بيستخدموه للتدفئة. هذا بتطلب منك مصروف عالي للتبريد، ولازم تفكر فيه كثير قبل ما تستثمر في اي من هذه الاجهزة. شو الميزات الايجابية؟ طيب مو كله سلبي. هاي الاجهزة دخلها بشكل عام عالي وكفاءتها عالية لانها اجهزة صنعت خصيصا فقط للتعدين، ما إلها اي وظيفة تانية. طبعا الشركات اللي بتصنع ايزك ماينرز كثيرة، ومن اكبر الشركات شركة بيتمين. انا شخصيا بفضل بيتمين لانه بتقدر تطلب مباشرة من موقعهم الرسمي. من أكثر الأجهزة ربحية عند شركة بيتمين الـ L7 اللي بيدخل حوالي 19,000 دولار في السنة حاليا. جهاز تاني من شركة بيتمين مشهور جدا الـ S19 Pro، ربحيته حوالي 4,000 إلى 5,000 دولار، وسعره حاليا حوالي 10,000 إلى 11,000 دولار. من الأجهزة اللي أنا كتير متحمس لها وإطلاقها بيكون بشهر 5 2022 الـ S19 Pro Hydro. الـ S19 Pro Hydro ربحيته حوالي 7,000 دولار في السنة، ومن مميزاته الجميلة إنه فيه جهاز تبريد وكاتم صوت من الجهاز نفسه، فهذا بيلغي لنا المشكلة الأساسية من الأيزك ماينرز اللي هو الإزعاج والتبريد. النوع الثاني من أجهزة التعدين اللي رح نحكي عنه تعدين الإيثيريوم. تعدين الإيثيريوم بتم عبر كروت الشاشة. نعم، كروت الشاشة المستخدمة في جهاز الكمبيوتر نستخدمها للتعدين، وممكن أنت تجمع أكثر من كرت شاشة وتصنع منهم جهاز بإيدك يستخدم لتعدين عملة الإيثيريوم. شو إيجابيات وسلبيات هذه الطريقة؟ الإيجابية الأولى اللي كتير بتهمنا إنه هو الاستخدام لكرت الشاشة ليس مجرد التعدين. فأنا في حال موضوع التعدين ما مشي معاي، كروت الشاشة هاي أكيد بقدر أبيعها وأكيد بقدر ألاقي لها حل تاني. إيجابية ثانية إنه ربحيتها عالية جدا مقارنة بأنواع تعدين أخرى. طيب خلصنا الإيجابيات، شو السلبيات؟ السلبية الكبيرة إنه شركة إيثيريوم أعلنت إنه التعدين سيتم إيقافه إما منتصف عام 2022 أو نهايته. طبعا هذه الإشاعة إلها بتتكرر مدة زمنية طويلة، وكل 3-4 أشهر بيرجعوا بأجلوا الموعد، بس على الأغلب في خلال منتصف هاي السنة راح يتحول إلى نظام آخر وراح يتوقف جميع نشاطات التعدين للإيثيريوم. في هاي الحالة في مهرب، في عملات ثانية ممكن احنا نقوم بتعدينها باستخدام نفس العدة ولكن ربحيتها اقل. طبعا اذا بدي احسب ربحية تعدين الايثيريوم بدي اخذ كرت شاشة، وبتدور على اي كرت شاشة متوفر في السوق. انا لقيت كرت شاشة اسمه RX 6900، صراحة مو خبير في كروت الشاشة، سعره 1800 دولار. ربحيته على سعر الايثيريوم اليوم اللي هو منخفض جدا حوالي 80 دولار بالشهر بعد اقتطاع الكهرباء. يعني أنا بدي حوالي سنة ونص لأرجع سعر كرت الشاشة نفسه، وهاي ربحية منخفضة بسبب انخفاض سعر الإيثيريوم حاليا.
هذا النوع من التعدين مشهور جدا وإله شروحات كثيرة في اليوتيوب وسهل التركيب وسهل التفعيل وربحيته عالية. ولكن بالنسبة إلي مخاطرة إنه يتوقف هذا التعدين وأنتقل لعملات أخرى بده بحث وتأكد إنه رح يضل الموضوع مستاهل. أنا ما رح أفوت في تفاصيل التعدين بإيثيريوم، بس مجرد لمحة بسيطة عن هذا النوع من التعدين. النوع الثالث والأخير اللي رح نحكي عنه الجهاز المفضل، جهاز تعدين عملة الهيليوم. ليش هو جهازي المفضل؟ لأسباب عديدة. أول إشي الجهاز صغير كتير، ما بيأخذ مساحة، ما في منه إزعاج، ما في حرارة. الإشي الوحيد اللي بيحتاجه جهاز الهيليوم هو الإنترنت الثابت غير المنقطع. ما بنحتاج إنترنت سريع، بس بنحتاج إنترنت من غير أي انقطاع. جهاز الهيليوم بيستهلك حوالي 30 إلى 50 جيجا بايت من الإنترنت شهرياً. أما بالنسبة للكهرباء فاستهلاكه واطي، دولار إلى دولارين بالشهر. ما في إزعاج، جهاز صغير، ربحيته حلوة من 100 إلى 500 دولار بالشهر. طبعاً هذا الرقم بيعتمد على سعر عملة الهيليوم حالياً، وبيعتمد على مكانك في المدينة. هل أنت في مكان مرتفع؟ هل أنت في مكان منخفض؟ طبعاً بتقول لي أنا كيف بدي أعرف كل هذا الحكي؟ هذا الحكي كتير بسيط، منروح على helium.com/mine ومندخل على الخارطة، بتلاقي مكانك وبتقدر تشوف أجهزة الهيليوم اللي حواليك، وبتقدر تشوف ربحية الأجهزة الموجودة في مدينتك أنت، وتقارن هذه الربحية بالربحية اللي أنت بتتوقعها. في أوقات معينة جهاز الهيليوم ممكن يدخل إلى 500 دولار شهريا. طبعا مع نزول سوق الكريبتو حاليا ونزول أسعار الهيليوم، المبلغ هذا نزل إلى 100 إلى 200 دولار. طبعا أنا ما بقدر أعطيك رقم واضح، كله بيعتمد على المكان وعلى الارتفاع. من الأسهل إنك تدخل على الرابط وتتأكد أنت شنو الدخل المتوقع لإلك أنت بالذات. طيب بما أنه فهمنا أنه ربحية جهاز الهيليوم من 100 إلى 500 دولار بالشهر، كم سعره من وين نشتري؟ سعر الجهاز يتراوح بين 600 إلى 700 دولار. مشكلته الأساسية أنه عادة غير متوفر. لازم نتوجه لهيليوم.com، بنلاقي هناك لستة بجميع مصنعين الهيليوم اللي تم الموافقة عليهم. ضروري تطلب من المصادر الموثوقة فقط. المشكلة الكبيرة وين؟ أنه هذه الأجهزة عليها طلب عالي، وأغلب الشركات اللي بتصنعها ما عندها أي ستوك، فأنت رح تضطر تستنى أشهر طويلة ليوصلك جهاز الهيليوم. يعني عادة أغلب المصنعين بكتبوا 4 إلى 5 أشهر، هو فعليا 6 أشهر لتحصل على جهاز الهيليوم. طبعا ممكن تلاقيه في السوق المحلي بسعر أغلى متوفر اليوم، بس دير بالك دائما اشتري من مصادر موثوقة فقط. فكرة جهاز الهيليوم مختلفة تماما عن فكرة أجهزة التعدين الثانية. شركة الهيليوم بدها توفر إشي اسمه Internet of Things، إنترنت الأشياء. أي أشياء؟ مستقبليا إن شاء الله السيارة راح تحتاج إنترنت، ماكينة القهوة راح تحتاج إنترنت، وهذا الإنترنت إذا ما كان موجود في الشارع من وين بدنا ناخده؟ من الهيليوم. الهيليوم ماينرز اللي حاليا بيغطوا مساحة كبيرة من الكرة الأرضية، في حوالي 500,000 ماينر موجود حاليا، وبتنصدم انهم موجودين كل مكان. هدول الهدف منهم انهم يوفروا انترنت للأشياء مستقبليا، فهو مشروع مميز بحد ذاته. ايش سلبياته؟ السلبية الكبيرة انه انا ما بقدر احط اكتر من جهاز تعدين في نفس المكان، لازم يكون بيناتهم مسافة حوالي 300 متر. من السلبيات الثانية لجهاز الهيليوم انه اذا كان في تكدس اجهزة كيليوم، اذا كان في تكدس اجهزة هيليوم عالي في المنطقة اللي انت فيها بتنزل الربحية، فكل ما زاد عدد الماينرز كل ما قلت ربحيتك. طبعا هذه النظرية تنطبق لكل انواع الماينرز مو بس للهيليوم، بس بالهيليوم محسوس كتير. نقطة اخيرة مهم نوضحها، انه الاستثمار في البيتكوين والكريبتو والتعدين خطير جدا، وكل اللي ذكر في هذا الفيديو ابدا مش نصيحة مالية. انا قاعد بشاركك في المعلومات، سوي بحثك، سوي استنتاجك. الكريبتو بشكل عام استثمار خطر،
له عائد عالي وله خطورة عالية، فدير بالك وتأكد من مصادرك ودائما سوي البحث بإيدك. طيب بما إننا غطينا جميع أنواع أجهزة التعدين المشهورة حاليا، هذا كله كلام مبسط لتتوضح عندكم الفكرة. إذا حسيتوا أنه في أي من أجهزة التعدين محتاجين عليها تفاصيل أكثر، عليكم بالكومنت ورح أرجع لكم بفيديو مفصل بأي واحدة من أساليب التعدين المذكورة. من المهم أحكي لكم أنه الربحية الموضحة بالفيديو بناء على الأسعار الموجودة للعملات الرقمية اليوم، وإحنا حاليا في انهيار لسوق العملات الرقمية، وإن شاء الله نتعافى منه وتزيد الأرباح. أغلب الأرقام اللي ذكرتها إذا بنرجع شهر شهرين لورا بتكون الربحية أعلى بكثير. والشغلة الأخيرة اللي حاب أذكركم إياها، أنا اليوم إذا بعدن عملة البيتكوين أو عملة الهيليوم أو عملة الإيثيريوم، أنا مو مضطر أبيع العملة اليوم، أنا ممكن أعدن 6 أشهر إيثيريوم وأستنى لا يطلع سعر الإيثيريوم وأبيعه بربحية عالية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ونشوفكم في حلقات ثانية.